تزامنا مع العقاب وتنظيم سباق البحرين للفورمولا 1 نريد ان نوصل عده رسائل لانك الاعتبار وقت نريد ارسال عده رسائل للسلطه اولا نرفض هذا السباق رفضا قاطعا باتا لانه اتى لتلميع صوره النظام اتى على اشلاح الشهداء وانات الجرحى وامهات الشهداء والمطاردين والمهجرين ثانيا نتضامن مع معتقلي قضية الفورمولا 1 بالعام الماضي ريحان الموسوي نفيس العصفور وعباس العصفور ومن هم بالقضية من المطاردين نجدد الرسالة نرفض هذا السباق رفضا قاطعا لا لسباق الفورمولا